السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم، صحة بخير. اول مره كيشوف هذا الفيديو هذا اشترك في القناه باش يبدا ديما يوصلوا اللعب. تقريبا شفت اليوم كي جابوا لاريفي قتلوا هذا الفافوري الاولين، قتلوا الواحد وقتلوا الستة وقتلوا الثلاثة. شنو جابوا 14 كان هنا في الاخر، وجابوا 9. 9 نيت عطيت لكم في التوكر هنا، قلت لكم راه غادي يجي خرجنا في اللعب، وجابوا 16 هو كان هنا تقريبا. شتو راه اللورد ما كاينش، الديزور دار مخلص مزيان، ولكن المشكل اللي داروا هو قتلوا الفافوري. واخا داك 6 صعيب باش تقتلو، والواحد تا هو صعيب باش تقتلو، واخا داك 3 هو اللي في الشك، ولكن هما جابوا دوك اللي بعد، جابوا تقريبا كل شيء اوتسايدر. جابوا 9 توكار، وجابوا العود الاخر تا هو توكار. جابوا 9 وجابوا 5، جابوا دوزيام وجابوا 5، جابوا متوكر. المهم نشوفو الكورس هذا غدا. غدا عاود تاني عندنا اتيلي، 5 الفافوري ديال غدا هما هادو، 4 والتسعود والعشرة والخمسة والربعتاش. عندنا العشرة تروازيام فافوري، والربعة بريميام فافوري، وزدناهم التواكر ولا تصيدر، 3 و7 و8 و1 و6. واحد فيهم غدا عاود تاني خرج ليا التسعود 100%، خرج لي 4 تا هو 100%، وخرج لي 8 تا هو 8. شطور توكار 8 ما كاينش في 5 الفافوري، وخرج لي 10 تا هو 11 10 ولا 14 واحد فيهم. وعندنا الجوج ولا 10 واحد فيهم، يعني 10 اللي ملعوب و10 جا فافوري. يعني قلت انا تقدر تجي 4 9 ويجي توكار 8 تروازيام، ولا ما يجيش على 4 يجي 4 ايام وتجي 8 9 10. وخرج لي تا هاد الواحد، حيتاش الا مات 14 غادي يجي 10 وغادي يجي الواحد. عقلو على غدا الا مات 14 هاد 5 فافوري، الا ما جاش غادي بلاصي الواحد وغادي بلاصي 10. عندنا لاباس تاع الترسي، عندنا هنا 4 قلنا ما يخسرش. اكس 5 3، هاد 5 3 على 5 فافوري، 3 توقع. انا دوك تقريبا ما لعبش فيهم حتى شي واحد، واخا داك 3 يقدر يجي. عندنا هنا 4 ولا 2 واحد فيهم في التيرسي، هو 4 اللي قلت انا غادي يجي. عندنا هنا لاباز 5، وعندنا 4، وعندنا 8 دونجير. 8 اصلا خرجنا 100% وكاين في دونجير هنا، يعني كيتلعب. عندنا ديربي 1 ولا 14، هاد 1 ولا 14 واش نقلب عند غانانت؟ ما كاينش عندو 14، كاين عندو الواحد. شي باش قلت لكم انا الى ما طلعش، الى ما 14 غادي يجي 10 وغادي يجي الواحد. قلنا 14 ولا الواحد كاين عند غانمت، الواحد ما عندوش 14، مي فيهم عندنا 10 ولا 14 كما قلت لكم. الى ما 14 غادي يجي الواحد، ما 14 غادي يجي 10. باش نقربوا على 14 هنا ما كاينش. قلنا 14 ولا الواحد، ها هو الواحد. الواحد اصلا كان اليوم كلشي لعب وما جاش، يعني غدا غادي يبان لي انا غادي يجي. قلنا الواحد ولا 14 كاين الواحد، وقلنا 10 ولا 14 كاين 10، ما كاينش 14. المهم انا هادو اللي خرجوا لي في اللعبة، 4 و9 و8 و10 والواحد، 5 تاع العيونان. عندنا غون بلاص 8 و9، هاد 8 و9 خرج لي 9 100%، وخرج لينا 8 100%، وكاين في دونجير. عندنا جوج ولا 10، جوج ولا 10 باش نقلب عليهم عند غانانت. كاين 10 عندو، كاين عند غانانت هو 10 ولا جوج، كاين 10. وعندنا في هاد 10 الخيل عاد باش نقلبو على 10 ولا جوج، كاين 10. يعني غدا قلت انا 3000 فوري كاينين في 5 تاع لاريفي، ويجي معاهم 8 توكار والواحد ولا 6. اصلا خرج لينا الواحد، حيتاش الا مات 14 غادي يجي قلنا 10 وغادي يجي الواحد. غانانت غانانت كيما قلت لكم راه تقريبا شتو تيجي بجاب اليوم على تاني تيزوردر، واخا هما صعيب تهزهم في 11 العاود، ولكن حنا كنحاولو نقربو اليوم. واخا تقريبا شتو هادشي راه ما ساهلش، وبان لي انا صعبو اللعب قاع تقريبا. تا الربحة شحال هادي ما حطيناها، داكشي باش قلت لكم انا هادشي راه صعبو ما بقاش ساهل. وداكشي اللي كيبان ليا في اللعب نيت فاش كيدخل داكشي كيبان لك
تدخل شي دخلة اللي ما غاديش تقريبا طيح على شي واحد في البال قليل. المهم قلنا كانت غدا يقدر يقلد عاوتاني، انا غادي يجيب ديزوردر لانه كاين عنده اللعب كامله، وكاين عنده طاد 12 مع 80 جابو هو، وهاد 16 هادو مع 80 جابو مزادهم هنا تقريبا داك الربعة اللي جا اليوم سانكيام. شتو راه دخل كحل تا شي واحد ما لعبوش، كان حاطو كانت نيت هنا هو سانكيام هو الاخر. المهم قلنا كانت حاط لينا 4 5 3 10 و6 و7 و1 و9 و8 و16 و12. المهم هادو اللي دورت لكم انا عليهم هما اللي خرج لي في اللعب، ها 10 وقلنا 8 دوزيام ولا تروازيام توقع ردوا البال من هاد 3 و7. هاد 3 و7 هما كاينين عندنا هنايا، قلنا 4 4 ما يخسرش، تبقى لينا 3 7. 3 7 بجوج متوقع هما هادو راه يقدر يجي فيهم شي واحد. المهم انا 5 تاع الخير اللي خرجوا لي غدا هما هادو، ها هي لا باز 4 9 8 10 والواحد، هاد 5 العيودان هما اللي خرجوا لي غدا والله اعلم واش كاينين ولا ما كاينين. المهم كيما قلت لكم تتبقى لكم هاد 3 7 اللي عنده شي واحد في هاد الجوج تواكر صحاح وما كاينش عنده شي واحد هنايا يقتلو ويزيدو ليهم. المهم انا هاد 5 هادو هما اللي خرجوا لي في اللعب، 4 و9 و8 و10 والواحد. حط سعيد الجميع اخوت.